غلاف مالي تقدر قيمته حوالي 800 مليون دينار كان كافيا من أجل مباشرة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 الذي يربط معسكر بالجهة الجنوبية للولاية، لكونه يشهد كثافة مرورية ويسبب معاناة لمستعملي الطريق. السيركيلاسيون هنا كبيرة، السيركيلاسيون هنا كبيرة، كانت اكتظاظ مروري كبير. كانوا لي زاكسيدون بزاف، كانت الغبينة ديجا أصلا راك تشوف فيها بعينك السيركيلاسيون كي راهي صارية. اللي خدم هذا المشروع هذا الله يعطيه الخير. تخدم اللور بزاف هذه الطريقة. كي يخدمونا دوبلو فوال هذه، هاي تنقص علينا لا كومبرومو تاع الصح. هذا المشروع الذي يتوفر على 3 أشطر رعي في أشغاله معايير الجودة بالاعتماد على مقاولات إنجاز محلية واليد العاملة المؤهلة. المشروع هذا الطول تاعو 4 كيلومتر، يندرج في ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 من دوران خسيبيا حتى الدوران، تقاطع ما بين الطريق الولائي 43 والطريق الوطني رقم 14. تي لايتي ديفيزي اون تروا لو، شاك لو فيه 1 كيلومتر 300، سافي دير سي 3 كيلومتر 900 بليس لونتبيس تالية عندها 1 كيلومتر 400، ومنشاة فنية في الوسط الطول تاعها 60 متر. لحد الآن رانا في 40%. رانا هنا بصفتنا نساهموا كيد عاملة لإنجاح هذا المشروع وإدفاع ديناميكية اقتصادية وتقديم خدمة عمومية. ضيف إلى ذلك المشروع استفادت منه الولاية هذه السنة الطريق الولائي رقم 43 ليربط بين خلوية ومحمدية على مسافة 29 كيلومتر. الأشغال هي الآن جارية فيه، سوف يتم فني استلام أشغاله هذه السنة، كما تم تسليم مشروع الطريق الوطني ازدواج الطريق الوطني رقم 4 بين زغلول وطريق سيار شرق غرب على مسافة 12 كيلومتر، الآن راه في حيز الخدمة. كما تراهن الجهات الوصية على الإسراع في وتيرة الأشغال لتسليمه قبيل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيسهم في فك الخناق المروري وتفعيل الحركية التجارية بين ولاية معسكر والولايات المجاورة.